1828 دخل الحرديني على الرهبنة. 1828 ولد مرشربيل. 1828 ابتدى بناء داير مرمرون عنايا. 1998 مئوية شربل وتطويب الحرديني. غريب ربنا وقت اللي بده يرسم الأحداث. أمحى 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 يا أخي عم طلع بهالسنة اللي مرقت عليك بيناتنا أخوتك وأنا صلينا حتى ربنا ينور طريقك ويدلنا ويدلك إذا الرهبني دعوتك. واليوم كانت أول قرعة وكل واحد منا صلى حتى ربنا ينور ضميره. بنتيجة القرعة المجمع الديري وافق انك تكمل طريق الابتداء وتستعد للندر. ربنا يقبل دعوتك ويبارك طريقك. يا اخوتي اليوم فرحتنا فرحتين. بوناليشا تم قبولك تطلع على محبس مار بولا ازحيه. فليفهم الجميع أن غاية الرهبانية الأولى هي خدمة الجلال الإلهي والاهتمام في الخلاص وتكميل الوظيفة لكل واحد من قبل الطاعة. ولا يبالغ في قمع الجسم وقهره دون إذن الرئيس. يتمجد اسم الرب. يا أخي عم طلع هي حالك للندر. بونا دانيال بشراوي معنا هون حتى يكون المرشد الروحي. مأكد البونا ليشع اللي انتقل على محبسة عناية عم بيصلي لك. يا أخوتي خلينا نقدم صلاتنا اليوم على نية خينا نعمطلة وعلى نية خينا ليشع الحبيس وخصوصي على نية الرهبني وبلادنا وأهلنا وإخوتنا يلي برات الدير. أحداث كبيرة عم بتصير ويمكن أخطر منا عم يتحضر. خلينا نصلي ونزيد الصلاة تضل اسم الرب والمسيح وأمنا العذراء ينذكر مع كل دقة جرس ببلادنا وجبالنا وضيعنا. بسم الآب والابن والروح القدس. قلت لي قلو لابونا دانيال اختك بنبقع كفرة وابنا الصغير يوسف ناطرينك بالزيارة. خير ان شاء الله. بعرف ناس كتير بنبقع كفرة. اختك من بيت مين مجوزة؟ مخلوف. شو اسمك يا صغير؟ يوسف مخلوف. يوسف
ما يكون زعل منا البونا. لا خينا عم طلع دايما هيك بيتحاشى الناس. الله يخلي لك يا اختي. الله يباركك يا يوسف. يا رب يا رب سمحني واغفر لي. اخذوا وجه الصبح بالقوه بلا شفقه ولا رحمه على هالطفل. الله بيعينه بيشفق على الجميع يا اختي. الصخره ما رح ترحم حدا. شو عاملي انت وهالولاد؟ متكلي على الله. سلفي متوكل فينا انا وولادي. جاي اطلب بركتك وبركه خي البونا غسطين. خي البونا غسطين خادم المحبسه. من هيك ما رح تقدري تشوفيه هلا. وطبقي طمنيني عنك وعن الولاد. انا كم يوم وبصير بداير كفيفين. وينو يوسف؟ يوسف؟ بسم الاب والابن والروح القدس امين. في حضره الله القادر على كل شيء والطوبويه مريم العذراء وابينا القديس مار انطونيوس الكبير وامام قدس الاب العام غناطيوس بليب الأسام الاحترام ممثلا برئيس الدير الأد مكاريوس الشحروري المحترم أنا الأخ عم طلع أبرز نذور الرهبانية الطاعة والعفة والفقر والتواضع حسب مضمون قوانيننا وفرائدنا. بقى بتعرف يا أخ عم طلع لما الراهب الجديد يتم من دوراته منقرر يا أما منعتبره أخ عامل كل حياته يا أما منبعته تيحصل سقافة لاهوتية تأهله لقبول الدرجات الكهنوتية المقدسة. والحالتين حياة الرهبنة ما بتفرق بين الأخ العامل والكاهن. مثل ما كلنا شفنا بهالوقت يلي قضيته معنا إنه ربنا عاطيك من نعمه وهالشي اللي بيخلينا نطلب منك تكمل دراستك لحتى تمجد ربنا أكتر وتخدم رسالتك. لهالسبب قررنا نبعتك أنت والأخ موسى عدير مار إبريانوس بكفيفان لتحصل علوم تأهلك بإذن الله لدرجة الكهنوت. لمجد الله يا بونا الرئيس.